النادي الاهلي بطل كاس مصر وهارد لك لرمضان صبحي وجماهير نادي الزمالك. اكتر اتنين هيموتوا اكتر اتنين هيموتوا من فوز النادي الاهلي بكاس مصر. تعالالي يا رمضان تعالالي يا رمضان، ده اللايف ده كله معمول على حسك كده. رمضان صبحي الغلاوي عايز اشوفه بعد المباراة حالته عاملة ازاي. مبروك النادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لرجالة النادي الاهلي اللي كانوا في الملعب النهاردة 11 اسد والبودلة كمان. ثلاث لعيبة في حتة تانية من المباراة عملوا ماتش بتاريخهم كله. لكن تعالالي يا رمضان تعالالي يا غلاوي يا ناكر العيش والملح اللي كنت واكله في النادي الاهلي. الابن من ابناء النادي الاهلي قال ابن من ابناء النادي الاهلي بيعمل اصابة، رامي ربيع زميله في الملاعب اللي هو كان ابن من ابناء النادي الاهلي برضو بيقطع تيشيرت محمد هاني. اقسم بالله ما احلك في الفيديو ده، اللايف ده معمول عشانك اصلا يا رمضان يا صبحي. لكن هاتولي جماهير النادي الاهلي، طمنوني يا رجالة على الصوت في الكومنتات ولايكات كتير وشير على قد ما تقدر، خلي اللايف يوصل لكل الناس. مبروك مبروك مبروك، كاس مصر بطولة من اغلى البطولات اللي النادي الاهلي خدها في تاريخه، واحدة من اهم البطولات اللي دخلت دولاب النادي الاهلي، اهم من بطولات تانية كتير. كاس مصر ده واحد من اهم البطولات اللي انا شفتها في حياتي، الكاس ده والكاس اللي كان قدام المصري بتاع احمد فتحي اللي جبناه في اخر دقايق المباراة، اغلى كاسين شفتهم بعناية. النهاردة بتكسب بيراميدز، الفريق اللي اتعمل عشان يكايدك، الفريق اللي اتعمل عشان يخسرك، الفريق اللي كان هيتجنن على بطولة النهاردة، النادي الاهلي بيقول له لا انا كبير مصر، انا وحيد مصر، مفيش كبير غيري في مصر اصلا. ورمضان صبحي يا جدعان، رمضان صبحي، ايه يا دي الغل ده يلا، ايه دي النفسانة دي ياض، انت كنت ابن النادي الاهلي في يوم من الايام ازاي؟ عايزك بقى تروح بعد الماتش كده تقعد على السرير تعيط وتعض في المخدات والمراتب. مش متخيل كميه الغل اللي موجوده عندك. كل لعيبه عايزه تكسب، لعيبه بيراميدز الا رمضان صبحي مجنون عايز بيكسب باي طريقه، غل بطريقه اوفر جدا، بيصيب رامي ربيع، بيقطع التيشيرت محمد هاني، بيدخل بمنتهى العنف على كل لعيبه النادي الاهلي. نهايتك مش هتبقى حلوه يا رمضان، وعلم على كلامي، ربنا يسترها عليك وعلى اللعيبه كلها، ما نتمناش اي شر لاي حد، لكن الشر اللي انت بتعمله قدام لعيبه النادي الاهلي هيترد عليك، وعلم على كلامي. وفي الاخر طلعت بايه؟ ما طلعتش بحاجه يا حبيبي، ما خدتش اي حاجة برضو. في الاخر النادي الاهلي هو اللي علم عليك زي ما بيعلم عليك على طول. الاهلي بطل كاس مصر رسميا نسخة 2021-2022، لان الكاس ده بتاع السنة اللي فاتت كده، عشان اللي كان بيقول الاهلي خارج السنة اللي فاتت صفر بطولات، لا يا باشا انا واخد كاس مصر اهو، الكاس الجديد هاخده برضو باذن الله، والدوري وكل اللي جاي بتاعنا. خلينا اكلمك على نجوم النادي الاهلي، اقسم بالله عندي النهاردة اكتر من لاعب في المباراة عملوا فوق الخيال، عملوا فوق العظم. ما ايه الانقاذات دي من على خط الجول، بيشيل مره حمدي فتحي، مره محمد عبد المنعم، مره حسين الشحات اللي مدحت شلبي قال لك ده نزل نزلت فرخه، نزلت فرخه، نزلت ديك، نزلت كتكوت، المهم الكره ما دخلتش الجول. حسين الشحات بطل من ابطال المباراه النهارده على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي، وفي مسك الكره الله اكبر عليك يا حسين يا شحات، الله اكبر عليك يا ابني والله. مروان عطيه يا رجاله، مروان عطيه اللي الكره معاك معلم ماسك الكره والكره مش معاك نحل بتجري وبتبرم في الملعب كده، واحد طبعا من نجوم المباراة والكينج حمدي فتحي. حمدي فتحي في اليمين، حمدي فتحي في الشمال، حمدي فتحي بيجيب جوال، حمدي فتحي بيشيل من على خط الجول، حمدي فتحي في كل مكان في أرجاء الملعب، حمدي فتحي في حتة تانية. بتتكلم عن حمدي فتحي، بتتكلم عن مروان عطية، بتتكلم عن حسين الشحات، تلاتة من أفضل اللعيبة اللي كانوا موجودين النهاردة. وهارد لك لجماهير نادي الزمالك يا جماعة، جماهير نادي الزمالك لازم نقول لهم هارد لك من كل قلبنا، لأن أنتوا زعلانين اكتر من كل من اي حد دلوقتي. جماهير الزمالك اللي كانت والله ليا اصحابي زملكاويه لو قلت لهم تتمنى ان بيراميدز يكسب الاهلي في نهائي الكاس، ولا انت تصعد مركز تاني دوري وتلعب افريقيا السنه الجايه، هيقول لك الاهلي يخسر من بيراميدز نهائي الكاس. كانوا محضرين كميه بوستات وكميه تحفيل النهارده، كان هيتحفل على النادي الاهلي لو خسرنا من بيراميدز. هم بيحبوا قوي ان بيراميدز يكسبنا عشان يقول لك الفريق اللي بيضايقك والكلام الفاضي بتاعهم ده، لا ونهائي كاس كمان. لكن النادي الاهلي مفيش الكلام ده، كتم
شافوها كل الناس لسه استلام الكاس اهو فتحه قدامي وانا في اللايف معاكم كده عشان نتفرج على شنو وهو بيرفع الكاس وبيرفع رمضان صبحي وبيرفع جماهير الزمالك النهارده. بطوله مهمه جدا، بطوله غاليه جدا جدا، كان نفسي اكون في الاستاد والله. جماهير النادي الاهلي يا جدعان، جماهير النادي الاهلي يا جدعان، جماهير النادي الاهلي اللي زلزلت الاستاد النهارده، جمهور الاهلي اللي مال الاستاد بالعدد الكامل المسموح بيه طبعا، اللي هزوا الملعب النهارده، اللي لما الاهلي استقبل جول قوه جماهير النادي الاهلي خلت التعادل يجي بعدها بدقيقه على طول، مفيش وقت، لعبت النادي الاهلي نار نار هجوميا عشان يتعادلوا كده بسبب الجماهير اللي موجوده، بسبب العظمه اللي موجوده في المدرجات. عايزين نشوف الجماهير دي طول الوقت، عايز الجماهير دي ما تغيبش ابدا تاني عن الملعب. هنتكلم عن التفاصيل وهنتكلم فني، وفي ردة فعل على المباراة مباشر كنت بصورها انا بتفرج على الماتش، همنتجها في السريع كده بعد اللايف ده وانزلها لكم باذن الله، يا اما النهارده يا اما بكره الصبح، استناها. عشان كده لازم تخبط دلوقتي الاشتراك وتفعل الجرس على اليوتيوب واعمل فولو دلوقتي على الفيس عشان يجيلك كل اللي جاي، وردة الفعل هتنزل الاول على اليوتيوب، فاعمل اشتراك على اليوتيوب وفعل الجرس. اللي مش عندي على اليوتيوب الكرة مع عبد ناصر زي ما مكتوبه قدامك هنا بالظبط، مكتوبه على اليوتيوب، اشترك هناك في القناه كده ونورني عشان تشوف رده فعل على المباراه عالميه، خصوصا الحته بتاعه الجول بتاع بيراميدز وردته بالجول بتاع النادي الاهلي. الحمد لله من قمه الحزن لقمه الفرحه، مشاعر ظهرت في المباراه كبيره جدا. هنتكلم طبعا عن تفاصيل الماتش، لكن كان في رجاله النهارده لازم كنا نديهم حقهم قبل ما نتكلم عن المباراه، حسين الشحات، مروان عطيه، حمدي فتحي، والاسد كمان اللي نزل بديل النهارده ياسر ابراهيم اللي عمل مباراه كبيره جدا من ساعة ما نزل. خلينا اكلمك بقى كده عن تشكيل الفريقين ونبدأ نتكلم فني شوية. قولي في الكومنتات شايف مين نجم المباراة النهاردة الاول، اختار لي من التلاتة دول وما تقوليش ان في رابع، لان مفيش حد اجمد من التلاتة دول. كهربا عمل مباراة كبيرة، طبعا عمل مباراة كبيرة جدا. محمد هاني عمل مباراة اسطورية، انا اسف محمد هاني لازم يتقال انه الرابع بتاع التلاتة دول، عمل مباراة اسطورية النهاردة. محمد هاني بيشيل كرات وتغطية عكسية وحرب بينه وبين رمضان صبحي، كان هو المنتصر فيها دايما. محمد هاني عمل مباراه كبيره جدا، ينضم للرباعي ده. كهربا عمل مباراه كبيره، بس معلش بعد الرباعي ده، الرباعي ده عملوا مباراه عظيمه قوي يا جدعان، عملوا مباراه كبيره قوي. حمدي فتحي، محمد هاني، مين تاني، حسين الشحات، مباراة كبيرة جدا جدا جدا، مروان عطية طبعا، مباراة كبيرة جدا من الرباعي ده بصراحة النهاردة. خلينا اكلمك عن تشكيل الاهلي وتشكيل بيراميدز. توقعت التشكيل كله، قلت لك يا باشا 4-3-3 من قبل الماتش، تغييرة وحيدة عملها كولر عن التشكيل اللي انا قلته، وارجع لقبل الماتش وافتكر كده انا قلت لك الاهلي هيلعب ازاي. عمرو السولية بس مكان اليو ديانج، دي التغييرة الوحيدة اللي غيرها عن تشكيلتي، لكن باقي اللعيبة كلها زي ما انا قلت بالظبط، ما غيرش اي حاجة. بيراميدز كمان قلت هيلعب 4-3-3 وعمل نفس التشكيل اللي انا قلته، باختلاف واحد بس ان هو بدأ من اول المباراة باحمد توفيق. ما توقعتش بدايته خالص بصراحة احمد توفيق النهاردة، بدأ بيه كنت متوقع انه يبدأ باسلام عيسى، ما بدأش، بدأ باحمد توفيق من اول الماتش. دي الاختلاف الوحيد، اختلاف هنا واختلاف هنا، غير كده توقعت لك التشكيلة من الالف للياء. تبدأ المباراة، مباراة من اسوأ الماتشات اللي ممكن تتفرج عليها كورة، ككورة مفيش كورة. بيراميدز مرعوب من النادي الاهلي، حرفيا مرعوب من النادي الاهلي، بيدافع بس، بيحاول يلعب على الكونتر اتاك اللي مش موجود، بيلعب من غير مهاجمين، مع ان عنده فخر لقاي وفخر الدين بن يوسف الاثنين على الدكه، لكن من ادودو الجباس اللي نزلوا الثلاثه في اخر الماتش لما خسروا، الثلاثه موجودين على الدكه، لكن هو مش عايز يهاجم، هو عايز يوصل لضربات الترجيح من الدقيقه صفر من قبل ما الماتش يبدا كده. لكن مع مين يا باشا؟ احنا بتوع البطولات يا ابني، احنا بتوع البطولات، احنا اللي بنخلص. من اول الماتش لقيت حسين الشحات ناحيه الشمال وتاو في مكانه ناحيه الرايت، وسبحان الله حسين الشحات بيغير مكانه، نجم من نجوم المباراه برضه. حسين الشحات نجم الفتره يا جماعه، نجم الفتره الاخيره، اذا كان هو ولا مروان عطيه عاملين فتره عظيمه 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 مع النادي الاهلي. هتكلم عن محمد عبد المنعم، وهتكلم عن الكارت الاحمر، وهتكلم عن ضربه الجزاء اللي كانت للنادي الاهلي كان فيها شك كبير، وهتشوف رده فعلي عليها في اللايف، رده الفعل المباشر بقى، هل قلت انها ضربه جزاء ولا لا؟ دلوقتي احنا بنتكلم طبعا بعد ما شفناها 100 مره. طبعا في اول المباراه قطع التيشيرت محمد هاني على طول مع الغلاوي رمضان صبحي، الغلاوي رمضان صبحي اللاعب اللي بيلعب بمنتهى الغل. يا ابني كل اللعيبه عايزه تكسب، بس هتقولي ما هو طبيعي وحقه وعايز يكسب البطوله، ما كل لعيبه بيراميدز عايزه تكسب، هو في لاعب في بيراميدز مش عايز يكسب؟ ما كله عايز يكسب يا باشا، لكن رمضان صبحي غلاوي، لعيب غلاوي، لعيب عايز يكسب وممكن ياذي اللي قدامه، مع انه واكل معاه عيش وملح ومتربي جوه النادي الاهلي، لكن التربيه ما طمرتش فيه، بيتصاب كده
بيقطع تيشيرت محمد هاني الاول، بعد كده بيصيب رامي ربيعه كمان، فينزل ياسر ابراهيم في الدقيقه 23 عشان يحط على اي حد قبله. سبحان الله، رب ضاره نافعه. ربيعه لعيب كبير جدا، لكن بينزل ياسر ابراهيم يعمل ماتش من الماتشات القويه جدا ليه، نزول ياسر مكان رامي ربيعه. بعد كده في الدقيقه 28 فاول رفعوا الشحات راسيه الكهرباء، دي الهجمه الوحيده اللي في الشوط الاول كانت فوق العارضه. بعد كده ضربه الجزاء اللي في الدقيقه 38 ما اتحسبتش، وانا من وجهه نظري ما جاتش في ايديه وما تتحسبش ضربه جزاء، فعلا السوليه رفعها جايه في صدره كده، وقلت في اللايف انها مش ضربه جزاء للنادي الاهلي بصراحه، الفار بيلغيها بعد ما حسبها الحكم. بعد كده في الدقيقه 42 انفراد كامل لكهرباء لعبها له علي معلول بعد اسيست اتعمل من حسين الشحات، ضرب بيه الخطوط كلها، معلول بيلعبها لورا، استلم كهرباء وحطها لكن في السماء فرصه جول 100%. هما ما جوش الشوط الاول، ما شطوش علينا شوطه، بين الشوطين بينزل اسلام عيسى عندهم ويخرج عبد الله السعيد اللي اتصاب في اخر الشوط الاول، ودي فرقت معاهم ايجابيه مش سلبيه، لان اسلام عيسى ادالهم نشاط شويه قدام. عبد الله السعيد في الملعب بطه بلدي، بطه بلدي مش قادر يتحرك، كبر قوي في السن يا جماعه. في الدقيقه 58 بيخرج السوليه وينزل محمد مجدي قفشه اللي كان كويس، كان احسن على الاقل من عمرو السوليه اللي قال كتير جدا في الفتره الاخيره. اتصاب عمرو السوليه ان شاء الله يكون سليم وتكون حاجه بسيطه كده، بينزل قفشه مكانه، بقول لك كان احسن منه شويه، ما كانش احسن حاجه لكن كان احسن من السوليه. في الدقيقه 72 هدف ليهم من فاول، هدف كان ممكن يخليني البس اسود حرفيا، مش اسود تيشيرت النادي الاهلي لو كانوا كسبونا في الكاس النهارده، مباراه بالنسبه لي هي الاهم. بيبو كابتن محمود الخطيب واستلام الكاس، كابتن محمود الخطيب اسطوره النادي الاهلي، ربنا يقومك بالسلامه ويبعد عنك كل شر كده، اسطوره النادي الاهلي الحيه في الملعب عشان يستلم الكاس ويستلموا الميداليات. ادي الميداليات، ادي الميداليات التحكيم الاول، يلا يلا عايزين نشوف نجوم النادي الاهلي عاملين لهم كده ممر شرفي. ممر شرفي على ايه؟ المفروض ممر شرفي لعيبه نادي بيراميدز الا العاق رمضان صبحي يمشي من بره، يمشي بره الملعب خالص، مش عايزين نشوفه. محمد عبد المنعم اداله واحده كده في الاخر وشد معاه، بص الواد شد مع عبد المنعم، قطع تيشيرت محمد هاني، صاب رامي ربيعه، اتخانق مع كل لعيبه النادي الاهلي وكل ماتش على كده، وفي الاخر يعيط ويخرج بره الملعب. نفسي اشوفه لما يروح هيبقى نايم بيعض في المراتب والمخدات من الغل اللي موجود جواه. يلا الحمد لله، لا لعيب بالنفسية دي ما كانش المفروض يكسب كاس مصر، وده اللي حصل فعلا. اهو التسليم، التسليم اهو لسه. خلينا نكمل كده كلامنا. الاول الجول بتاعهم جه في الدقيقه 72، جول غلطه كبيره جدا من دفاعات النادي الاهلي. يعني ايه فاول يا جماعه بيتلعب تتضربوا بالشكل ده؟ يعني ايه اللعيبه اللي راحت دي ولا اوفسايد ولا انتوا ماسكينهم؟ ازاي يضربوكم بالشكل ده في كره ثابته ساذجه قوي على دفاع النادي الاهلي ان احنا نتضرب بالشكل ده؟ لعيبه طبعا بدماغه الاول احمد سامي بتيجي في العارضه بترجع على طول للكارت بيحط جول ما يسالش عنها. الشناوي هدف اول، الحمد لله جماهير النادي الاهلي زئير في المدرجات حرفيا، بتترد على طول الجول بجول برضه من كره ثابته من ضربه ركنيه اتعملت على طول ممتازه، الرفعه طلع ياسر ابراهيم حط بدماغه، كهربا بيكملها، قعد الراجل في الفار نص ساعه لما نشف دمنا، بس الحمد لله في الاخر هدف صحيح للنادي الاهلي عشان تبقى النتيجه 1-1، وكان نفسي ندق على الحديد وهو سخن واخلص المباراه، لكن وصلنا معاهم برضه للاكسترا تايم. طبعا عملوا هم تغيير، خرجوا ابراهيم عادل ونزل مكانه فخري لاكاي في اخر المباراه، وكان في كوره في الدقيقه 79 كوره الماتش يا جماعه وانقاذ محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، كوره جوه السكس يارد عمالين بيشوطوا، يشيل عبد المنعم مره ويشيل حمدي فتحي مره ويرجع الشناوي يصلح الغلط بتاعه برضه ويشيل، والحمد لله ما جاتش جول في الدقيقه 79 كانت تخلص الماتش تمام. الاكسترا تايم الاول ما فيهوش غير جول حمدي فتحي، جول حمدي فتحي بس، هو ده شويه ده جول حمدي فتحي ده بالماتش كله. حسين الشحات بيعمل اسيست عظيم، ادي رمضان صبحي اهو، ادي الغلاوي اهو، الغلاوي رمضان صبحي اهو بيسلم وبيضحك وبيبوس، بوس يا اخوي، بيسلم رمضان صبحي اهو، اول واحد بيستلم فيهم. يلا 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 روح على البيت، يلا روح على بيتك، على بيتك وارجع، الاهلي بيوجع. استلم يا ابني الميداليه الفضيه، كبير عليك الميداليه الفضيه دي، زمان كنت بتلبس الذهب ايام ما كنت مع النادي الاهلي، دلوقتي تلبس الفضه واخرك الفضه كمان ممكن ما توصلهاش. الجول طبعا بقى بتاع حمدي فتحي، بقول لك اسيست من حسين الشحات عظيم، اسيست دواء، استلم وعمل البليسنج، ايه يا ابني العظمه دي؟ عشان حمدي فتحي اللي في كل حته في الملعب كان لسه بينقذ جول من على خط الجول، كان اخر واحد في الملعب، بعد كده بيسجل جول اول واحد في الملعب، ما شاء الله عليه، واجريسيف وقوه من حمدي فتحي طول المباراة.
المباراة بيسجل بدماغه هدف مهم جدا وهدف غالي جدا، هدف الكاس على طول. بعد كده بيبدأ الشوط الثاني بينزله فخر الدين بن يوسف وبينزل بقى تغييرات هجومية، بيخرج الشيبي ونزله كمان في الآخر الجباس وخرج توريه وبقى بيلعب بثلاثة مهاجمين كده. الأهلي بينزل محمد شريف ويخرج كهربا، تغيير مركز بمركز، ينزل أليو ديانج ويخرج بيرسي تاعه عشان يزود العدد في نص الملعب، تغييرات صح جدا من كولر ممتاز طبعا. بعد كده انقاذ حسين الشحاب برضو من ضربة ركنية اللي كان الأهلي سيء فيها جدا، الضربات الثابتة كلها تترفع الكرة يحط رمضان صبحي، تخيل كده وقف الزمن للحظة وتخيل لو حسين الشحات ما كانش نقذ الكرة دي ورمضان صبحي هو اللي سجل في النادي الأهلي هدف التعادل وكسبوا الكاس لا قدر الله، كان ممكن نموت فيها. فإنقاذ حسين الشحات ده مثمن جدا، إنقاذ على دماغنا من حسين الشحات، نقذ جول محقق، جول 100%. الشناوي النهارده كان سيء جدا بالمناسبة، هتكلم عليه وهنقيم اللعيبة كلها كده، تفتكرش ان احنا عشان كسبنا هقول ان كل اللعيبة حلوة وهنطبل للكل، لا، في لعيبة تستاهل يطبل لها يطبل لها، في لعيبة كانت متألقة هنتكلم عليها، لكن في لعيبة كانت سيئة زي محمد الشناوي غلطاته كتير قوي، ما اعرفش بيحصل له ايه قدام بيراميدز، بيجي قدام بيراميدز الشناوي ما تفهمش ايه اللي بيحصل له، الشناوي بيبقى قبل الماتش مصطبح ما تفهمش فيه ايه، بيجي ماتش بيراميدز ده ما بيبقاش شايف قدامه. غلطات النهارده من الشناوي، لكن كان في انقاذات من حمدي فتحي ومن عبد المنعم ومن حسين الشحات من ورا الشناوي، وراك رجاله يا شني ما يهمكش، انقذ الشحات. بعد كده تغطية عكسية من محمد هاني روعة، رفعت من شمال النادي الاهلي، محمد هاني بيطلع اعلى من فخر الدين بن يوسف، تخيل فرق الطول كده، محمد هاني هو اللي بيكسب الكرة العالية وهو اللي بيخرج. بعد كده طرد عبد المنعم، طرد ملوش لازمة يا منعم، ليه خرجوك بره اعصابك، ليه تفقد اعصابك، وبعدين لو كنت هتفقد اعصابك افقدها على رمضان صبحي مش مع فخر خالص، فخر لعيب تونسي ولعيب لسه نازل وما عنديش مشكلة معاه، هتضرب الضربة دي اديها رمضان يا عم، اديها رمضان وطرد كنت احبك. طبعا بهزر، لكن الضربه اللي ضربها عبد المنعم لفخر الدين بن يوسف ما كانتش مستاهله، الفار اكيد هيجيبها واكيد هتطرد، اتطردت ولعبتنا خمس دقايق ناقصين لاعب، لكن الحمد لله الرجاله اللي في الملعب كانوا قدها. نزل خالد عبد الفتاح وخرج الشحات، نجم من نجوم المباراه، كان بيحيي الجماهير طبعا، عايز اشوف مين خد نجم الماتش النهارده، هل حسين الشحات ولا حمدي فتحي ولا مروان عطيه ولا محمد هاني، نجوم كلهم في اللقاء كانوا عاليين جدا النهارده. وبتخلص المباراه الحمد لله بفوز النادي الاهلي عشان يحمل كاس مصر، مستحق جدا للنادي الاهلي، بطولة للنادي الاهلي، احنا طبعا الرقم القياسي بتاعها احنا كل حاجة، الاهلي بياخد كاس مصر السنة اللي فاتت، وان شاء الله الكاس الجديد والدوري الجديد وكل البطولات زي ما بقولك. قولولي كده في الكومنتات، الكومنتات عندي يا جماعة فيها مشكلة واضح، مش شايف الكومنتات بتتحرك يعني، مع اني شايف القلوب على جنب واللايكات كده، كل اللي موجود يعمل لايكات واكتبولي كومنتات، حاسس ان الكومنتات فيها مشكلة، مش عارف اللايف عشان قطع في الاول كده، حتى عدد الناس اللي بيتفرجوا ثابت قدامي ولا عارف الناس قد ايه ولا اي حاجة. فانا على الله بكمل اللايف باذن الله، اللايف تمام ويكون وصل لكم، مش شايف كومنتات، شير على قد ما تقدر كده، وصل اللايف لكل الناس، واللي يعرف يمنشن لي رمضان صبحي ويجيبه لي في الكومنتات يا ريت، عايز اساله سؤال، ايه يا ابني الغل اللي جواك من النادي الاهلي ده، يعني مشيوا كتير من الاهلي، مش عبد الله السعيد كان بيلعب النهارده، بيلعب قدام الاهلي بس بيلعب كوره، كوره لاجل الكوره، كوره لاجل الكوره، احمد فتحي محترم قدام النادي الاهلي ما بيغلطش وما بيتجوزش، عندك شريف اكرامي لما اتشتم من الجماهير راح عمل لهم كده، ما عملش حاجة إلا الغلاوي الوحيد الابن العاق، هم كلهم عاق، هم كلهم ولاد عاق كده بالنسبة للنادي رمضان. ادي عندك رامي ربيعة اهو معلق ايديه، ربنا يسترها يا رب وما يكونش فيك حاجه باذن الله يا رامي، محتاجينك الفتره الجايه طبعا، ما تكونش اصابه باذن الله. عايز افهم ايه الغل اللي جواه ده. خلصت كل كلامي كده، لايكات كتير يا رجاله، شير على قد ما تقدر، اشترك في قناتي على اليوتيوب وفعل الجرس عشان تشوف ردة الفعل مباشر على المباراة، هينزل بعد اللايف ده على طول بإذن الله، واعمل الاشتراك كده على صفحتي على الفيس كمان، الكرة مع عبد الناصر هنا، الكرة مع عبد الناصر هنا، نفس الكتابة بالظبط، اللي بيسألني اسم القناة على اليوتيوب أو على الفيس ايه، الكرة مع عبد الناصر زي ما مكتوبة قدامك هتلاقيها هنا وهنا، اعمل اشتراك فعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، مبروك يا أهلاوية.